السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد ذلك ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصل لكل جديد. والآن نوفيكم بأسعار الثلاجات في كارفور 2024 جميع الأنواع. ونبدأ ثلاجة توشيبا سعة 338 لتر بمحرك انفنتر بلون رمادي لامع ب 23399 مصري. ثلاجة سعة 411 لتر بمحرك انفنتر من توشيبا بلون رمادي موراندي موديل 1 ب 31549 مصري. ثلاجة سامسونج ام ار سعة 396 لتر جرافيت معدني ب 25299 مصري. ثلاجة سعة 305 لتر بلون ميتال جرافيت من سامسونج ضمان محلي 18499 مصري. ثلاجة سامسونج ام ار 670 لتر أسود ضمان سامسونج ب 64999 مصري. ثلاجة 2 باب أسود ديجيتال سمارت دي فورست 320 لتر من يونينير ب 13650 مصري. ثلاجة هارموني من فريش فضي ب 22010 جنيه مصري. ثلاجة 2 باب أسود دي فورست 320 لتر من يونينير ار دي ب 13750 جنيه مصري. ثلاجة فريش موديل ميكانيكس ب 19999 مصري. علب تخزين طعام محكمة الغلقة من 17 قطعة خالية من مادة بيسفينول وألف وشفافة وقابلة 345 مصري. ثلاجة سعة 430 لتر بماتور انفنتر وبابين بموزع من وايت ويل لون فضي ستال ستيل موديل دبليو ار 26999 مصري. ثلاجة سامسونج ام ار 670 لتر فضي ضمان سامسونج ب 64999 مصري. ثلاجة 2 باب دي فورست 320 لتر اسود بشاشة تحكم ديجيتال من يونيون اير 14650 مصري. ثلاجة ديجيتال بخاصية اذابة الثلج نوفرستا من تورنيدو 450 لتر اسود ب 36999 مصري. وبذلك قد اوفيناكم باسعار الثلاجات في كارفور مصر 2024 جميع الانواع. لا تنسوا تشتركوا في القناة في زر الجرس وتعملوا لايك. السلام عليكم ورحمة الله.